يمكن أن نلقي الضوء على مقالته كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أمام مؤتمر ميونخ، ولكن الرسالة الأساسية التي أرادت كامالا أن توصلها لروسيا هي أن الخطوات التي تقوم بها ستأتي بنتائج عكسية إذا كانت تريد تقليص دور الناتو من خلال غزوها للأراضي الأوكرانية، فإن ما سيحصل على أرض الواقع هو تعزيز لقدرات الناتو وتشديد القدرات الدفاعية لكل الدول المنتمية لهذا الحلف، وبالتالي فإن مخططات روسيا لن تؤتي أكلها بحسب ما أرادت كامالا هاريس أن توصل للقادة الروسية. كامالا هاريس أكدت أيضا أن الولايات المتحدة سوف لن تحارب في روسيا عفوا في أوكرانيا، لن ترسل أي جنود إلى أوكرانيا، ولكنها أكدت أنها سترسل جنود لرومانيا ولبولندا، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لهاتين الدولتين، وهي تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن وسلامة كل الدول في حلف شمال الأطلسي الناتو، وأكدت أيضا أن الولايات المتحدة أيضا ملتزمة بسلامة وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، وهي لن تقبل بأي غزو روسي للأراضي الأوكرانية. طب كيف ويتناغم قرأت؟ هذا الخطاب مع الخطاب الذي نعم تفضلي تفضل شو سؤال. يتناغم خطاب كامالا هاريس مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي مساء أمس حول هذه القضية، وذلك بعد المكالمة التي أجراها مع رئيس الوزراء الكندي وقادة أوروبا، يعني القادة الأوروبيين كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا وبولندا، وكذلك قادة الناتو والاتحاد الأوروبي. وفي الختام كانت هناك رسالة وجهت، وهي أن يعني هناك متابعة دقيقة لما يجري على الأرض في عند الحدود الروسية الأوكرانية، نعم وهناك دلالات قوية على أن هناك نية للغزو، وأن هناك قرار قد تم اتخاذه من أجل الدخول إلى الأراضي الأوكرانية من قبل روسيا، وهناك عقوبات قوية وموحدة سوف يتم تنفيذها وتطبيقها في حال أقدمت روسيا على هذه الخطوة.